حياكم الله مجددا في هلا للنسخة الثانية وللمرة الثانية ينطلق المؤتمر التقني العالمي الكبير ليب من أرض المملكة العربية السعودية إلى كل العالم. وين حجم سعادتنا في هذا الموضوع؟ إنه اليوم السعودية تصنع الحلول الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي وكل الأشياء المتعلقة بهذا العلم الكبير إلى العالم. هذا مجال كبير السعودية تخطو فيه بشكل كبير جدا وتخطو بشكل واسع وتصنع كثير من التقدم والتطور والجمال فيه. سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع، سنتحدث عن أبرز ما حدث اليوم داخل المؤتمر مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي عبر السكايب، الأستاذ المهتم بالتقنية الخبير فيها المهتم بكل تفاصيلها عبد الله سبع. أستاذ عبد الله مساء الخير وحياك الله معنا. الله يحييك ويبقيك، سعيد دائما أن أنا أكون معاكم، ودائما أنتم يعني جزاكم الله خير تكرموني بالاستضافات اللطيفة هذه. عاد عبد الله أنت اليوم يعني يومك عرسك اليوم، أنت مثل ما عرفت تحت الهوى أنك من 7 الصباح هناك. صحيح، من 7 الصباح أنا موجود في ليب، تقريبا ما طلعت بحدود بين 4 و5، فتقريبا جميل. تقدر تقول أخذت 10 ساعات هناك. جميل، بناخذ منك تفاصيل ال10 ساعات واللي صار داخل المؤتمر، بس اسمح لنا أنه ناخذ المشاهدين أولا إلى هذا التقرير اللي يرصد أهم ما جاء في المؤتمر وتفاصيله ونرجع نبدأ حوارنا معك. انطلقت أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني ليب 23 تحت عنوان نحو أفاق جديدة، حيث يجمع أكثر من 100,000 مبتكر وخبير تقني من جميع أنحاء العالم و900 شركة عالمية في أكبر ملتقى تقني على مستوى العالم. يسهم ليب 23 في إيجاد حلول نوعية ومبتكرة واكتشاف الأفكار الخلاقة والرائدة تمكينا للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل. وشهد المؤتمر في يومه الأول استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزا لمكانة المملكة بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد المؤتمر إطلاق عدد من المنصات والخدمات، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة منصة رقمية مختصة بتقديم عدد من الخدمات للأفراد، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم قنوات التواصل الرقمية مع مجتمع الأعمال بإجراءات سهلة وواضحة. ومن جانبه دشن وزير التعليم يوسف المنيان خدمة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية والتي تطلقها وزارة التعليم للمرة الأولى. هذا ودشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على خدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، حيث تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية. ويتضمن مؤتمر ليب 23 عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، مع منح زوار المعرض المصاحب له تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية. شكرا للزميل فيصل الملحم اللي أعد هذا التقرير وحضر إلى المؤتمر وكان في قلب الأحداث من أجل أن ينقل لنا كل هذه التفاصيل. أرجع أرحب بضيفي الأستاذ عبد الله سبع. أستاذ عبد الله، ما بين ليب الأول واليوم في نسخته الثانية، كيف قست الموضوع اليوم وعطنا تفاصيل الحدث اللي عشته؟ أول شيء في فروقات صراحة كانت كبيرة ما بين ليب الأول وليب السنة هذه. نقدر نقول أن عدد الشركات، كمية الاتفاقيات اللي تم الإعلان عنها، أيضا الحضور السنة هذه متوقع أن يكون في أكثر من 200,000 زائر من أكثر من 120 دولة، فهذه كلها أرقام صراحة جدا كبيرة. طبعا الوزير تكلم اليوم أنه راح يكون في أكثر من 200,000، تقريبا ممكن نوصل إلى 250,000 زائر. تجدر إشارة أن اليوم المعرض قبل ساعة من انتهاءه قفلوا الأبواب بسبب أن الطاقة الاستيعابية وصلت إلى حدها داخل المعرض. طبعا في مبادرات كثيرة صارت اليوم، شركات كثيرة كانت موجودة اليوم. أنا انبهرت صراحة من كمية الشركات الناشئة اللي موجودة، وأيضا كمية المبادرات اللي موجودة عندنا في السعودية اللي تدعم الشركات الناشئة. فأنت كشخص سابقا إذا عندك فكرة تكون
موجودة عندك في فكرة في بالك وتنتظر أي أحد ممكن يطبقها، لكن الآن في مبادرات موجودة داخل ليب تساعدك أنك تتحول فكرتك إلى مشروع على أرض الواقع. طبعاً السنة الماضية وزارة الاتصالات أعلنت عن شيء صراحة جداً مهم، أن أي شخص موظف قادر أن يتفرغ لفكرته والوزارة تدعمه وتساعده أن فكرته تتحول إلى مشروع، وبعدها الفكرة هذه تنطلق وتكون موجودة وشركة من الشركات اللي موجودة عندنا في الساحة وممكن احنا نستفيد منها. ففي فرق، في فرق عن السنة الماضية، في شغلات كثيرة، في شغلات كثيرة ممكن ما يسعفنا الوقت اني صراحة ممكن نتكلم عنها، لكن في تحسن كبير السنة هذه في موضوع المواقف. في كانت الناس منزعجة من موضوع المواقف السنة الماضية، فصار في تحسن كبير، في تحسن بسيط في موضوع تسهيل الدخول والخروج. صحيح أنه كان في زحام، لكن مقارنة بالسنة الماضية في تحسن عن السنة الماضية. طيب اليوم يعني أنه يصل المؤتمر أو المعرض إلى طاقة الاستيعابية الكبرى، أنه يحدث كل هذا العدد من الناس، أنه يصير هذا الإقبال، وش تفسيرك لحجم الإقبال الكبير اللي جالسين نشهد اليوم في مؤتمر تقني مثل هذا في السعودية؟ طيب أعلمك السبب، لكن لازم أطول فيه، لكن بقول لك شيء. خذ راحتك. تدري أن 40% أو أكثر من 40% من أطفالنا في المستقبل راح يشتغلون بوظائف ما هي موجودة حاليا وإحنا ما نعرفها حاليا. المؤتمرات من هذا النوع تجذب الآباء، تجذب الطلاب، تجذب الشباب اللي في بداياتهم، اللي يجون يطلعون على أحدث الأفكار وأحدث التقنيات على أساس يستشفون المستقبل، يقدرون يعرفون هم وين ممكن يتوظفون أو وش الأفكار اللي ممكن يطبقونها عشان يبنون شركات جديدة. فتلقى عدد كبير من الشباب موجود في الجامعة، شباب في الثانوية، كلهم جايين يكتشفون وش المستقبل، يكتشفون وش الشركات اللي ممكن يسوونها، يكتشفون وش الأفكار اللي موجودة وقادرين يطبقونها، يكتشفون وش الشركات العالمية اللي موجودة وش ممكن يستفيدون منها. أيضا بنفس الوقت في ورش عمل كبيرة جدا، تقريبا تتكلم عن أكثر من 700 متحدث موجودين على مدى 4 أيام. يعني تخيل كل يوم ممكن عندك أكثر من 200 ورشة عمل فيها نقل خبرات للشباب. فلذلك موجودين الناس على أساس تتعلم، موجودين الناس علشان تتثقف. أنا اليوم شفت آباء موجودين في المعرض جايبين أطفالهم. يعني أنا في دكتور أحد الدكاترة قال أنا طلعت من دوامي استأذنت ورحت إلى المدارس، أخذت عيالي وحضرت المعرض بس عشان أفتح مداركهم عشان يعرفون وش المستقبل، عشان يعرفون كيف ممكن يبنون حياتهم. ترى خلال 10 سنوات القادمة حياتنا راح تتغير بشكل جدا كبير، والسبب الذكاء الاصطناعي. زي ما دخل الجوال خلال 10 سنوات الماضية وغير حياتنا بشكل كبير، يعني الآن صار في تطور كبير عندنا، الإنترنت صار أسرع، الجوالات صارت منتشرة، الآن صرت تقدر تنشأ شركة وتشتغل وأنت في بيتك. فدخول الذكاء الاصطناعي في حياتنا يعني أن حياتنا راح تتغير بشكل كامل. لذلك المؤتمرات من هذا النوع وجودها أنها تثقفنا، توعينا، تعلمنا وشو إحنا ممكن تكون حياتنا في المستقبل. فهذه بالضبط ليه الناس جاية، وليه الناس موجودة، وليه الناس قاعد تعبي المعرض. طبعا غير موضوع الاستثمار، غير موضوع الاستثمار في الشركات. طبعا عذرا، في المعرض موجود فرص كبيرة لأصحاب الشركات التقنية أنهم يجون ويقابلون مستثمرين. في أكثر من 500 مستثمر موجود داخل المعرض، فقط يبحثون عن فرص، يبحثون عن شركات يستثمرون فيها. فلذلك أي شخص عنده فكرة، هذا الوقت المناسب له أنه يروح يقابل المستثمرين، هذا الوقت المناسب له أنه يعرف كيف يطور شركته. فنقدر نقول أن ليب كل سنة راح يكون موجود علشان أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة يستفيدون، يطورون شركاتهم، وممكن بعد سنة سنتين يأخذون بوث كبير يعرضون فيه منتجاتهم قدام العالم. يا سلام، تصير واقع. بالضبط. ترى في شركات السنة الماضية كانت موجودة كأفكار أو كانت موجودة كستارتر، السنة هذه عندهم عقود مليونية كبيرة. طبعاً شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، شركات في مجال الأمن السبراني، وغيرها من الشركات المختلفة. فذلك إحنا ما قاعد نقول ترى كلام غير واقع، إحنا ما قاعد نقول كلام الناس عاجته، كلام الناس هي موجودة. طبعاً غير الإطلاقات الجديدة للوزارات، وهذا يعني جزاكم الله خير غطيتوا أغلب المنصات الجديدة اللي تم إطلاقها في المؤتمر.
ترى انا متحمس بشكل كبير له، فلذلك لو بتكلم بس اتكلم ساعات وساعات وساعات. لا اللي جميل، شفته صراحه شيء رهيب جدا، شيء مبهر، مبهر كل الناس. ممكن ما اقدر اوصف كل شيء انا شفته، لكنه ترى الموضوع ابعد من النبوذات موجوده داخل معرض تمر بينها وتمشي بينها. جميل، الموضوع ترى ابعد كثير من لا لا بالعكس، احنا نبغى تفاصيل هذا الحماس كله بناخذه معك استاذ عبد الله، بس بنعرض لكم الان اللي هو يعني هذه التغريده من حساب ليب لما كنا نتكلم عن الاقبال اليوم، ويعني هم مغردين اليوم وكاتبين: ولان تجربتكم في مؤتمر ليب 23 تهمنا، اغلقت البوابات نظرا لوصول المكان لطاقته الاستيعابيه القصوى، نستقبلكم غدا بفعاليات نوعيه وأحداث مميزة. التغريدة كانت الساعة 5 العصر، وبنعرض صورتين من اللي نشروها، يمكن أمامكم الآن في الشاشة هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية، وفيها كمية وحجم الحضور والحشد الكبير بصراحة اللي صاير اليوم، وهذه من الأشياء اللي تهمنا جدا. أرجع لك أستاذ عبد الله، اليوم كيف الزائر اللي حيروح لليب وهو مهتم بهذا المجال يستفيد؟ إيش الفرص الموجودة أمامه اللي تقول له انتهزها واستفيد خلال الثلاثة الأيام هذه؟ طيب، أول شيء لازم تركز عليه وأنت موجود في المعرض أنك تستفيد من ورش العمل. ترى الناس اللي موجودة، الناس اللي جاية، الخبرات اللي جاية، ترى هم أشخاص بسيطين، ترى هذا اللي ممكن مستحيل أنك ممكن تقابلهم. ممكن علشان تأخذ من خبراتهم، تأخذ من معلوماتهم، تدفع مبالغ طائلة، لكن الآن هم موجودين ويقدمون لك المعرفة اللي موجودة عندهم بشكل مجاني. في أشخاص مختصين بمجالات كثيرة، لو دخلتها الآن لموقع ليب راح تلقى أسماء المتحدثين كلهم، أكثر من 500 شخص جايين من أنحاء العالم كلهم علشان بس ينقلون المعرفة والعلم لنا. فلذلك هذه فرصة للجميع أنهم يتعلمون، فرصة للجميع أنهم يجون يحضرون ويعرفون وش المستقبل، فرصة للجميع أنه يجي ويكتسب من خبرات الناس اللي موجودة. يعني تخيل أنك في شخص مختص في مجال معين أو مهتم في مجال معين، من الصعب جدا أنك ترى تقابله في الحياة الواقعية، لكن في ليب راح تلقى قدامك ما بينك وبين إلا 10 متر وقاعد تسمع كلامه، وممكن تسأل أسئلة ويجاوبك عليها، وهذا الشيء الأساسي الموجود في ليب. كمان أنصح الناس أنهم يزورون الشركات الناشئة أو بوثات الشركات الناشئة، لأنه راح تشوف أفكار صراحة جدا، راح تشوف شركات موجودة قادرة أنك أنت ممكن تتحمس من أفكارهم، تتحمس من الشيء اللي هم يسوونه وتفتح الشركة الخاصة فيك. أيضا أنصحك تزور كود، أنصحك أنك تزور كراج، وهم مبادرتين موجودة تساعد الشركات الناشئة أنها تتطور وتكون أكبر وأكبر، خاصة كود اللي هو تابع لهيئة الاتصالات وزارة الاتصالات. فلذلك لو رحت مكان واحد يجمع لك قطاعات كثيرة تقدر تأخذ معلومات كثيرة منهم. فلذلك نصيحة: زور قطاع أو البوث أو الجناح الخاص بالشركات الناشئة، زور كود، تعلم منهم، استفيد منهم. طبعا راح يكون في مكان أيضا للشركات العالمية، في شركات كثيرة أيضا موجودة، أنت قادر أنك تجتمع معاهم وتأخذ من خبراتهم، تطلع عليهم وتستفيد من الخدمات اللي هم موجودة. فلذلك قد يكون أحيانا عندك أفكار ودك تطبقها لكنه أنت ما أنت عارف كيف تبدأ، هذا المكان الأساسي لك عشان تتعلم وتستفيد وتحول أحلامك إلى واقع. طيب ممتاز، تحول أحلامك إلى واقع. بيجي واحد كده يسألك سؤال مباشر، يقول لك: اليوم لو أنا عندي فكرة مشروع تقني، إذا حضرت ليب كيف راح أستفيد؟ واحد ثاني حيقول لك، وجاوبني على الجزئيتين هذه، أنه أنا أبحث عن فرصة عمل لها علاقة بالتقنية اليوم، هل إذا حضرت ليب أبلغ فرص ولا لا؟ النقطتين هذه. طيب، النقطة الأولى زي ما ذكرت أنك أنت تقدر تروح إلى مجال الشركات الناشئة، راح تلقى المستثمرين موجودين، تقدر تأخذ من خبراتهم. ترى مو شرط أن المستثمر يستثمر معك، أنت ممكن تقول لا أنا عندي هذه الفكرة، قد يجي يقول لك هذه الفكرة ما راح تنجح لأن في شركات كثيرة موجودة وأنت قادر تطورها، لو سويتها 1 2 3 4 ممكن خلال سنة أنت تطور فكرتك وتحسنها وترجع مرة ثانية وتلقى مستثمر ممكن يستثمر معك. هذه ترى جزء جدا مهم، ممكن انك تقابل كود، تقابل منشآت اللي عندهم خدمات جدا كثيرة تساعد الناس. فمثلا سابقا اذا انت عندك فكرة تقعد تسويها وتخسر فلوس وتضيع عليك فلوسك اللي انت مجمعها عشان هذه الفكرة، لكن الان انت قاعد تلقى ناس موجودين تقدر تستفيد من خبراتهم، تقدر تستفيد من المعلومات اللي موجودة عندهم وتحول فكرتك الى شيء اخر، تكتسب نصائح، ترى تلقى خبراء في مجالات مختلفين. فلذلك انت لو رحت للمعرض تقدر تنصل خبير دايركت تقول له أنا عندي هذه الفكرة،
ودي انفذها، يقول لك ممكنك تسوي 1 2 3 عشان تحسن الفكره عشان تقدر تنفذها، لان بالفكره اللي موجوده عندك ممكن انت قادر تنفذها. هذه الجزئيه الاولى. جزئيه الوظائف هي جزئيه يعني نقدر نقول عنها تركي شوي، لكن هل في فرص وظائف؟ السنه الماضيه كان في اشخاص حاضرين للمعرض كانت عندهم بعض الافكار وكان عندهم طموح ان يتوظفون في شركات معينه وقدروا يحصلون على فرص في التوظيف في الشركات هذه. انا ما اقدر ما اقول لك ان الشركات موجوده وحاطه على قولتهم قسم الموارد البشريه موجود عندهم بالزاويه يقول لك يلا تفضل وقع على عقودك، لا الموضوع ابعد من كذا. انت قادر انك تقابل المسؤولين في الشركات وقادر انك تجلس معاهم وقادر انك تناقشهم وقد يقتنعون بافكارك قد يقتنعون بالفكر حقك وممكن تكون احد الموظفين في هذه الشركات. طبعا احنا نقول اذا تسمح لي بس استاذ عبد الله، اذا تسمح لي يمكن تقريبا هذا اللي كنت اقصده من السؤال، يعني هو مو وظائف بمعنى وظائف، هو فرص عمل. يعني اليوم الواحد لما يلتقي بهذه الشركات بمسؤوليها مباشره وهو شغوف بالمجال وعنده خبره فيه ممكن تنفتح له فرص عمل اخرى. يعني هنا الفكره. صحيح، لانه لازم تعرف ان المجالات التقنيه ما راح يكون فيها اكتفاء كبير في توظيف. اغلب الشركات قاعد تبحث ترى عن موظفين، اغلب الشركات قاعد تبحث عن مختصين في تحليل البيانات في الذكاء الاصطناعي. قد يكون عندك فرصه انك لو قابلت هذه الشركات وطرحت رؤيتك طرحت خبراتك انك قد تكون موظف موجود في هذه الشركات، او على الاقل اسمك يكون معروف عند هذه الشركات، ولو اتيحت عندهم فرصه اكيد راح تكون احد خياراتهم وتستفيد منها. طيب قبل ما انهي معك استاذ عبد الله في نقطتين بطرحها عليك واخذ رؤيتك فيها. النقطه الاولى انه اتفاقيات عالميه من قبل اشخاص على مستوى العالم في مجال التقنيه توقع في مؤتمر في الرياض، هذا ماذا يعني وايش دلالاته؟ رؤيتك الشخصيه. السعوديه ممكن بعض الناس ما يعني ما تشوف هذا الكلام كبير، لكن السعوديه مميزه جدا في مجالات مختلفه. احنا نقدر نقول احنا في خدمات حكوميه موجوده عندنا ما موجوده في اي مكان في العالم، وهذا شيء نفخر فيه. ما موجوده في امريكا، ما موجوده في اوروبا، ما موجوده في اي مكان اخر. فذلك السعوديه هي الان نقطه تحول في المجال التقني. كل الشركات حاليا موجوده لان عارفه انك انت قادر تطور مثل هذه التقنيات، قادر انك تكون سباق، قادر انك تكون منفذ، عندك جيل شباب موجود قادرين انهم يحولون احلام الشركات العالميه الى واقع. فلذلك نقدر نقول ان الشركات فضلت السعوديه علشان تستثمر فيها وعلشان تبدا مشاريعها فيها وعشان تنطلق ويكون انطلاقه من ليد. التعليق الاخير اللي باخذه منك حول تصريح لوزير الاتصالات وتقنيه المعلومات اليوم المهندس عبد الله السواحه، يقول فيه اصبحت السعوديه الوجهه الاولى للتكنولوجيا على المستوى الاقليمي وقريبا ستكون الاولى على المستوى الدولي. تعليقك. ما في شيء مستبعد، خاصه مع الشباب اللي انا شفتهم اليوم والشباب اللي هم موجودين، شباب اعمارهم 19 18 سنه، عندهم تطبيقات، عندهم مشاريع، عندهم افكار. فلذلك هذا شيء مو مستبعد، هذا شيء احنا قادرين وباذن الله راح ننفذه، وزي ما كنا الاول او الثاني في مراتب مختلفه قادرين احنا نكون المركز الاول في مجال التقنيه. استاذ عبد الله السبع شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. هلا اشكر الاستاذ عبد الله السبع كثيرا صراحه على تجاوبه معنا اليوم من اوقات مبكره. سنظل نتابع معكم هذا الموضوع اولا باولا، لانه اليوم حقيقه من المؤتمرات الكبرى اللي احنا نباهي ونفاخر فيها حقيقه في السعوديه انها تقام ونتوقع كل هذه الاتفاقيات وتحضر أسماء والمختصين والخبراء على مستوى العالم في التقنية. اللي بدأ اليوم 6 فبراير وسيستمر حتى يوم 9 فبراير على مدى 3 أيام 2 و3 و4. بنوافيكم بكل التفاصيل في هذا الموضوع. مثل ما قلنا في المقدمة نقول في الختام السعودية اليوم تقدم الحلول والابتكارات والاتفاقات التقنية إلى كل العالم. هذا فاصل ومكملين معكم.